يسأل عن الحديث: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. الحديث في السنن في بيان فضل التعزية، ولفظه: ما من مسلم يعزي أخاه بمصيبة. مصيبة هنا تشمل الموت وتشمل خسارة أمر أو نزول أمر يرهقه ويلحقه الحزن، فالمصيبة هنا أشمل من أن تكون بوفاة من يحب، بل بكل ما يكون مما يؤلم الإنسان. ما من مسلم يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة. حلل جمع حلة، والحلة في الأصل ما يتحلى به الإنسان ويتزين، وقوله حلل الكرامة أي أظهر عليه جل وعلا من مظاهر الإكرام والإحسان جزاء ما بذله من تخفيف مصاب أخيه. فحلل هنا لا يلزم أن تكون لباسا بعينه، إنما هو كل ما يظهر به الإكرام. الإكرام يظهر باللباس، يظهر بالمركب، يظهر بالبشر في البدن، يظهر بأوجه عديدة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فثمة أوجه عديدة لحلل الكرامة، فلا يصدق هذا فقط على لباس بعينه. ولذلك من العلماء من قال، يعني في 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 بيان معنى حلل الكرامة، قال: الله أعلم بحقيقة ذلك، يعني بترجمة هذا وبيانه فيما يكون من الآخر. لكن هو في الجملة كل ما يكون من أوجه الإكرام الحسي والمعنوي يظهره الله تعالى على هذا الذي عز أخاه بمصابه يوم القيامة. نعم، بارك الله فيكم.